صلوا على محمد، صلوا على خير البشر، طفوا على بيوته لتعرفوا أنقى الأسر. زوجاته 11 فيما رووه واشتهر، خديجة فسودة وحفصة بنت عمر، عائشة ورملة، ميمونة صفية، وهند أما التالية زوجته جويرية، بنت خزيمة زينب، وبنت جحش زينب. أولاده 7 منهم بنات 4، فزينب في الأول وأم كلثوم تلي، رقية وبعدها فاطمة ختامها. يبقى ذكوره وهم القاسم أولهم، وعبد الله الطاهر وإبراهيم أذكروا. صلوا عليه سلموا ونزهوا واحترموا.